وصول بعثة حجاج القرعة، اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج المصرية، أعلن عن وصول 273 حاجا وحاجة من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة بيمثلوا محافظات إسماعيلية، المنيا، مطروح، وادي الجديد. وبكده بيصل إجمالي عدد حجاج القرعة اللي وصلوا الأراضي المقدسة تقريبا 3338 حاج بيمثلوا 13 محافظة. والبعثات بتتوالى منذ 3 أيام تقريبا، كانت أول بعثة الحمد لله وصلوا سالمين إلى الأراضي الحجازية. حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وإن شاء الله يكون موسم حج. طبعا السنة دي هيكون مختلف شوية بعد سنين كورونا، فإن شاء الله الناس تستمتع بالأجواء الروحانية هناك ويعودوا إن شاء الله مجبوري الخاطر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة بأداء مناسك الحج، غادر عدد من أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة في طريقهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. وكان في وداعهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات. ويعد تكريم هذه الأسر بتمكينهم من أداء الحج أسمى معاني التكريم الذي يعكس عظمة تضحيات الشهداء. ربنا كرمني بالحجة ديت بعد ما الدنيا رايت وكنت في العمرة في شعبان آخر شعبان، وكرمني بالحجة على طول بعدها، فده كرم وفضل كبير جدا من ربنا الحمد لله عشان ابن عبد الرحمن، ربنا كرمني عشانه والله الحمد لله. إحساس جميل إن يبقى في مسؤولية أو في حاجة تجاه أسر الشهداء بحاجة زي دي، فدي حاجة تدينا الفخر أصلا تجاه بلدنا أكتر. وصلت أسر الشهداء إلى المدينة المنورة، حيث تسابق ضباط بعثة حج القرى على إنهاء إجراءاتهم بالتنسيق مع الجانب السعودي، واستقبلهم رئيس بعثة الحج المصرية بحفاوة وترحاب كبيرين تقديرا للتضحيات التي سطرها أبناؤهم بدمائهم من أجل استقرار الوطن. مع وصول أسر الشهداء إلى فنادق إقامتهم بالمدينة المنورة، كانت الوجوه فرحة ومستبشرة بحفاوة الاستقبال والتقدير الكبير من الجميع وتسابقهم على خدمتهم. فهنا يوجد ضباط لخدمتهم وتقديم الرعاية لهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بجوار رسول الله وأداء المناسك في سهولة ويسر. نحن في اشتياق حقيقة للبعثة ولخدمة الحجاج بعد انقطاع سنتين موسمين، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن نكون عند حسن الظن، وسوف يجدون جميع الخدمات، سوف نبذل كل الجهد في إرضاء الحاج ونذلل له جميع الخدمات. هم بصراحة بيبذلوا أقصى ما في جهدهم، الفنادق جميلة جدا قدام الحرم يعتبر، هم مهتمين بينا قوي قوي بصراحة، ما بيسيبوناش في أي وقت، هم معنا في أي وقت وفي أي حاجة، ما بنلحقش بصراحة نطلب حاجة لما بتبقى عندنا ومعنا بأمانة. يعني أنا بصراحة بقدم ليهم تحية شكر وتقدير على كل مجهود بذلوه النهاردة، في أن هم قد إيه يوصلوا للمرحلة الجميلة ديت أن احنا هم يفرحونا ويقدموا لنا خدمات جميلة جدا وتعب ما فوق الوصف، يعني ما نقدرش ان احنا نوصفه. يعني هنيه لكم وبالي. كل هذه الاسر تؤكد ان ابناءهم مبعث فخر لهم، فهم محاطون بالتكريم في كل مكان بسبب تضحيات ابنائهم التي ادت الى ما ينعم به الوطن من امن واستقرار وانطلاق نحو النهضة والبناء، وأعربوا عن شكرهم لرعاية وزارة الداخلية لهم واهتمام الدولة بهم. حسيت قد إيه إن الدولة أو الشرطة بيساندوا أسر الشهداء وبيقفوا جنبهم، وعلى قد ما بيقدروا بيعينوهم على المسؤولية وعلى إن هم يخرجوهم من الأزمة اللي احنا فيها. يعني الحمد لله هدية والحج أسعدني وأدخل البهجة عليا وعلى أولادي،
وان احنا ان سياده الرئيس مهتم بينا وبيهتم ان هو يدخل البهجه علينا. يعني الفرحه النهارده ما شايلناش والله ما سيعانا الفرحه النهارده ابدا. نحمد الله ونشكر فضل ربنا كرمنا بحاجه كبيره. ابننا ادانا هديه مش كنا نحلم بيها. واحنا مبسوطين والله احنا مش زعلانين، مبسوطين اللي بنشكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله يعني طبعا بعد ما شفتوا محركه والتقرير والاجواء الجميله دي ان شاء الله يستمتعوا بموسم حج جميل ويعودوا ان شاء الله في منتهى السعاده مجبوري الخاطر، خاصه ان بينهم اهالي واسر الشهداء. ربنا يهون عليهم ويكون ان شاء الله هذه الرحله يعني تقويه وتعزيز لايمانياتهم وروحانياتهم باذن الله.